انشغال بنيامين نتنياهو. تقلبات كثيرة عصفت بالحلبة السياسية الإسرائيلية، اعتزال أهود باراك وعودة تسيبي ليفني إليها. استطلاع للرأي أجرته صحيفة هارتس الإسرائيلية بيّن أنه رغم التحولات السياسية والحرب على غزة، لا يزال اليمين الإسرائيلي يتمتع بأغلبية في مقابل أحزاب الوسط واليسار التي لم تتوصل إلى طرح يوحدها. تتشكل كل يوم أحزاب يسارية، وكل هذه المحاولات لقيادة مجموعات منفصلة مع أجندة مختلفة جعلت اليمين قويا واليسار مفككا. تبدو صورة أحزاب الوسط متشردمة، فليفني التي غادرت حزب كاديما وأسست حزبا جديدا لم تستطع استقطاب قادة آخرين لحزبها، وتحصل حسب الاستطلاع على 7 مقاعد لا أكثر، في حين سادت أجواء الوحدة بين كتل اليمين الإسرائيلي التي تحصل مجتمعة على 69 مقعدا، ما يعد بإبقاء الحالة السياسية على ما كانت عليه. نحن بحاجة لتغييرات جذرية للتغلب على المعوقات الداخلية والخارجية في الاقتصاد والسياسة، والأهم هو التوصل إلى سلام مع جيراننا، والوحيد القادر على تطبيق ذلك هو بنيامين نتنياهو. مع اقتراب الانتخابات وهيمنة خطاب اليمين الإسرائيلي ومع تعدد أحزاب الوسط وضعف قوة اليسار، يبقى تبدل المشهد السياسي في إسرائيل صعبا ومتعلقا بمفاجآت قد لا تحدث. أيام معدودة تفصل الأحزاب الإسرائيلية عن موعد تقديم القوائم النهائية للانتخابات، وبديل نتنياهو لا يبدو في الأفق حاليا، لكن في المعترك الانتخابي الإسرائيلي تظل الأوراق مفتوحة حتى اللحظة الأخيرة. من أمام الكنيست الإسرائيلي فراس خطيب، سكاي نيوز.